كل من التحق بنا الآن كم تابعوه في برنامج الشروق مورنينج آخر عدد لسنة 2016. إذن كما قلنا قبل الفصل اليوم كثير من المواضيع والكثير من المفاجآت. احنا نروح الآن جولتنا في أخبار الصحف والصحافة. نعرف أنه كما جرت العادة اليوم الجمعة في شطاء كثير من الصحف ما تصدرش نهار اليوم، لكن احنا خيرنا صادرة على غرار جريدة الشروق اليومي لنهار اليوم الجمعة. الشروق اليومي باش فتحت اليوم؟ فتحت بروبورتاج كبير معنون ملائكة الرحمة في بيوت المسنين، وأيضا نقلت تصريح الوزير الأول عبد الملك سلال بالبند العريض لا تقشف ولا زيادات ومقترحات بخفض أجور الموظفين، بالإضافة إلى مواضيع أخرى. بالعودة لتفاصيل احنا خيرنا لكم موضوع متعلق بالسكن. احنا عارفوا انه المشكل الكبير تاع الجزائريين هو السكن. وزير السكن واش هو يقول يا جماعه؟ وزير السكن هو يقول تبون يشهر عصا القضاء ضد المتهربين من دفع ايجار السكن. مستحقات دواوين الترقيه العقاريه بلغت 3100 مليار سنتيم، يعني الناس اللي ساكنه في السوسيال وساكنه عند لي زوبيجي عند دواوين ترقيه وتسال عقاري اللي ما خلصوش الكرا، نقول لكم وجدوا روحكم لانه وزير السكن وجد لكم العصا، خصوصا بعد ما ارتفعت ديون ديون دواوين الترقيه والتسيير العقاري عند المؤجرين ب 3100 مليار سنتيم حسب ما نقلته اليوم ناديه سليماني عن وزير السكن عبد المجيد تبون. نبقاو دائما في موضوع السكن، لكن نروحوا من جماعة السوسيال نروحوا لجماعة لاديال، خصوصا مكتتبي عادل الاثنين اللي كانوا من نهار الاثنين في الليل على 11 تاع الليل وهما ساهرين داروا الريفيون تاعهم على الموقع تاع عادل. كاين بزاف ما قدروش يدخلوا، كاين اللي دخلوا بصح كتبوا لهم باللي الكود تاعهم غلط. المكلف بالاعلام بوزارة السكن حسب ما نقلاته ايمان بوخليف في صفحة الشروق صفحة 3 من جريدة الشروق نهار اليوم، راه بيقول انه الموقع الالكتروني لعادل ابقى حيبقى مفتوح حتى يكملوا 129,000 مسكن. يعني اللي مازال ما خيروا لي سيت تاعهم ولا المواقع تاعهم تاع السكنات في عدل تقدروا تروحوا لانه الموقع مازال مفتوح، ويعني مازال ما فاتكم الوقت. من مشكل السكن كاين ناس يعني اللي ما على بالهمش كامل بالمشاكل، كيما حنا نقولوا ضاربين الدنيا بكتبي وراحوا يريفيوني وراحوا باش يجوزوا راس السنه. اللي راح لتونس راح لتونس، واللي راح للخارج راح للخارج، وكاين اللي قال لك لا انا نشجع السياحه تاع بلادي وراح يجوز الريفيون في لاسكرام. اذا ما هذولا الجزائريين ما هاتهم لا الزيادات ولا الضرائب وقانون الماليه عندهم ولا حدث. هذا حسب ما كتبته إيمان كيموش لنهار اليوم، وقالت أنه الساعات الأخيرة شهدت توفد أزيد من 2000 عائلة من مختلف ولايات الوطن نحو تمن راس لتمضية عطلة رأس السنة بمنطقة الأسكرام، ووصفت أو قالت أنه هذا الرقم هو قياسي لأنه من الجامدة تم تسجيل مثل هذا الرقم، يعني 2000 عائلة تروح ضربة واحدة لتمن راس باش تجوز الريفيون هناك. وقالت أنه برنامج مكثف لزيارة الأهجار وجانت، والتكلفة تتراوح ما بين 2 ملايين ونص حتى 4 ملايين للواحد، و1800 وكالة يعني استاءت أنه إيراجيري ولا شركة التصل للطيران ما داروش يعني رحلات جوية مكثفة، وإلا فإن العدد كان حيكون يعني فوق 2000 عائلة بكثير. نبقى دائما في الشروق اليومي، ولي راح من تمضية الجزائريين لعطلة نهاية السنة نروحوا إلى موضوع آخر. موضوع آخر نقراوه في الشروق اليومي هو عبارة عن تحقيق دارته أو ريبورتاج دارته زميلتنا زهيرة مجراب حول زهيرة مجراب اللي دارته حول الوحدة الاستشفاء المنزلي في أحياء العاصمة، وقالت أنه هكذا تنتقل المستشفيات إلى بيوت المسنين والعجزة، ونقلت عن ممرضات وطبيبات يتنقلوا إلى غاية البيوت، بيوت الأشخاص اللي ما يقدروش يجوا المستشفيات باش يقدموا لهم الإسعافات الأولية، وحتى أنه يوصلوا معهم العلاج خصوصا ما يتعلق يعني بتغيير الضمادات وأيضا الحقن وغيرها. إذا ريبورتاج كبير نقراو ريبورتاج كامل في الصفحة رقم 6 من جريدة الشروق اليومي. نبقاو دائما مع الشروق، نروحوا أيضا إلى الصفحة 11، صفحة 11 اللي خصصتها الشروق اليومي لتغطية جنازة الراحل مراسل الشروق من ولاية الوادي ورئيس مكتب الشروق بولاية الوادي زميلنا فوزي حوامدي اللي وري ثرى أمس في جنازة شعبية مهيبة، ونقلت الشروق شهادات عن زملاء وأصدقاء المرحوم. إذا نجدد
نرصد تعازينا الخالصة لأسرة الفقيد اللي نتمنوا له أن ربي يتغمدوا برحمته الواسعة. نبقى في الشروق اليوم في طبعة الجمعة اللي تكون دائما طبعة خفيفة وفيها المواضيع متعددة. نروحوا إلى الصفحة الأخيرة من الشروق اليوم لنهار اليوم. في الصفحة الأخيرة كانت هي معظمها بالمواضيع الرياضية، لكن احنا خيرنا أنه الجزائريون يسخرون من تعيين صلاح أحسن لاعب عربي، وقالوا أنه الحمد لله أنه مقر الفيفا ليس في دولة عربية. إذن عفوا الجزائريين والعديد من العرب زعفوا أنه ما خيروش رياض محرز كأحسن لاعب عربي، وخيروا لاعب المصري صلاح، وهو محمد صلاح، وهو الأمر اللي أثار الجزائريين وأثار الكثير من تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنه محرز يعني كان ضمن العشر الأوائل في أفضل لاعبي العالم ضمن تصنيف الفيفا، ويعني ما يتمش اختياره كأحسن لاعب عربي. هو الأمر اللي ما تفهموهش الكثير من عشاق نجم ليستر سيتي رياض محرز، وقالوا أنه الحمد لله أنه مقال فيفا ماشي في دولة عربية، في انتظار أنه جائزة أفضل لاعب إفريقي إن شاء الله تكون من نصيب رياض محرز. بالرياضة نطوي الشروق اليوم لنهار اليوم، ونروح إلى الخبر. الخبر اللي عنونت صفحتها الأولى بملف حول الحرب على الأرصفة، عهد الوالي كارلاجا يعود. وراحت إلى موضوع يثير الكثير من التساؤلات، أنه في نهاية كل سنة كل البلديات في العاصمة يروحوا يعاودوا الكراج تاع الأرصفة تاع لتروتوار، وهو السؤال اللي طرحته صحفية الخبر هدى مشاشبي، وجاسيت أنها وحاولت أنها تجاوب عليه بمحاولة مختصين وناس متخصصين في هذا المجال، وقالت أنه العملية شهدتها العديد من البلديات على غرار ليبيا بن عكنون، بئر مراد رايس، الجزائر الوسطى، باب الواد، ساحة أودان، بلدية سيدي محمد، بلدية الدار البيضاء، يعني العديد من البلديات العاصمة مع نهاية كل سنة يعني يروحوا يرفدوا كما احنا نقولوا يعودوا بالكرلاج تاع المختلف الأرصفة. ايضا نقراو في الخبر لنهار اليوم، حنون تنتقد تصريحات شلال وقتلوا 2016 عام شلال الفضائح، وقالت انه عدم تحرك في قضيه صرخه سيده الاعمال نكزه تشجيع على العنف. اذا هذا اهم ما جاء اليوم في جريده الخبر صدر في طبعه الجمعه. من الخبر مشاهدين الوطن ايضا صدرت النهار اليوم الوطن ويكاند اللي دارت فتحت صفحتها الاولى بالشخصيات اللي كانت اكثر تاثير في سنه 2017. نشوفوا احلام مستغانمي، وزير التربيه نوريه بن غبريط، وزير الماليه بابا عمي، ايضا بوطرفه وزير الطاقه، شمس الدين عباشه، علي حداد، يعني العديد من الشخصيات. كي نقلبوا الصفحه نقراو يعني في ثلاث صفحات الجزائر أيضا الوطن ايضا عفوا قالت انه كاين 30 جزائري وجزائريه اللي تركوا البصمه تاعهم في هذه السنه. ايضا الوطن تحدثت عن الارقام، اهم الارقام اللي سجلناها. اذا المرتبه السابعه محرز السابع احسن لاعب في العالم. بالعوده الى اهم الاحداث ولا الى رحيل اللي كان هو عام رحيل الفنانين والمثقفين، ودعنا مالك شبل، بشير حمادي، عمر الزاهي، محمد طاهر الفرقاني، فتح النور بن براهم، وبالاضافه الى العديد من الشخصيات، الشيخ عطله، ايضا الكاتب طاهر بن عيشه، والعديد والعديد من الشخصيات اللي اليوم تناولتهم الوطن في نسختها الويكاند بالتفصيل. الخبر الرياضي ايضا صدر لنهار اليوم، فتحت بالعديد من المواضيع الرياضيه. الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء يختار محرز احسن خامس صانع العاب في العالم. خلاص يعني الجزائر ما تزعفوش، ما خيروش احسن لاعب عربي، لكن هو خامس احسن صانع العاب في العالم، واول صانع العاب في العالم كان ليونيل ميسي صاحب البارسا، فرحانين بزاف. أصحاب المولودية غريب يجتمع مع مواسى يسرح بشريط وصديقي وعواج باقيين، بالعنجية يقدم لوسائل الإعلام وحناشي ينتظر منه الكثير، وشاب صاري في بيت جياسكا. أما في سوستارة غليان والأنصار يطالبون بطرد المتخاذلين. إذا هذا أهم ما جاء في الخبر الرياضي لنهار اليوم. في الصحف الوطنية ككل احنا نعرفوا الجمعة ما كانش بزاف الجرانين، لكن الصحف الدولية صادرة وصادرة بكثرة. نروحوا إلى يومية العربي الجديد. العربي الجديد عفوا مشاهدينا، ماشي نشرب الماء شفلي الريق محرز.
الحمد لله. إذا العربي الجديد صدر لنهار اليوم نقرأ فيها ملف أو موضوع حول هدنة وقف إطلاق النار في سوريا اللي أعلن عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأيضا نظام سوريا وفصائل المعارضة المسلحة لاتفقوا أمس على وقف إطلاق النار. يعني هذه الهدنة اللي جات مع نهاية السنة تمنوا الكثير من السوريين أنها تتجسد فعليا على الميدان وتستمر إلى عدة أيام، هكذا حتى على الأقل أن السوريين يعني يلموا شتاتهم ويتخفف عليهم بعض الضغط وعملية القصف اللي شهدتها المختلفة المدن السورية خصوصا حلب خلال الفترة الأخيرة. نبقى دائما مع العربي الجديد من الهدنة السورية، نروحوا إلى موضوع حول الجزائر، موضوع اللي كتبه زميلنا عبد الرزاق أبو كبة في يومية العربي الجديد، وهو يخص موضوع اجتماعي أو طابو اجتماعي يعرفوه الجزائريين، وهو وضعية المرأة العاقر في المجتمع الجزائري خصوصا في الأسرة الجزائرية. إذا عبد الرزاق أبو كبة نقل شهادات عن ما تعانيه المرأة العاقر في الجزائر أو أنها أيضا توصف بشيطانة البيت، نقل ما كيفاش يتعامل العرف الجزائري مع هذه المرأة وأيضا ما تعانيه هذه المرأة في بيت الزوجية، ونقل شهادات لنساء ما جابوش أولاد ويعني ولقاو روحهم مطلقات. إذا هذا الموضوع اللي نقراوه في يومية العربي الجديد الصادرة لنهار اليوم، وبها نختم جولتنا في أخبار الصحف والصحافة. روحوا نتابعوا أهم رسوم الكاريكاتورية، وبعدها نوصلوا جولتنا في شروق مورنينغ لنهار اليوم. وفضلوا مشاهدينا، ما زلنا معكم إلى غاية العاشرة بعد فاصل قصير. عودة من جديد مشاهدينا، وصباح الخير لكل من يلتحق بنا الآن ويتابع في برنامج الشروق مورنينغ. ليفتوا أخبار الصحف والصحافة، نقول لكم اليوم الآن في الفقرة الثانية راح نعلقوا حول أهم هذه الأحداث اللي شهدتها الصحف ولا اللي خرجت بها الصحف الوطنية لنهار اليوم، وأيضا نديروا نحكيوا على الحويصلة العامة تاع الصحافة في سنة 2016 مع زميلنا الإعلامي والصحفي زبير فاضل. صباح الخير زبير، وشكرا لك على قبول الدعوة. صباح الخير عليك وشكرا على الدعوة. صباح الخير على كل مشاهدين شروق مورنينغ. شروق مورنينغ. زبير فضل، اليوم الصحافة كل جمعة احنا نعرفوا انه ما يخرجوش بزاف الجرائد، عادة يعني والفناها راحت فينا، وشنو هي اليوم اهم العناوين ولا التيتر اللي لفتت انتباهك في الصحف الصادرة النهار اليوم؟ بما اننا مع نهاية السنة فبالتأكيد فضائح سوء تسيير الجماعات المحلية تطفو إلى السطح خصوصا مع تبديد الأموال، وهذا ما جاءت به جريدة الخبر اليوم من خلال ملف كامل يرصد هذه الموضة بالفعل، لأنه ميزانية نهاية السنة ككل توضع في تبليط الأرصفة، وهذا الشيء ربما غير مقبول أن تبدد الملايير كل نهاية سنة في أرصفة لا تعكس حقيقة واقع التنمية في الجزائر. وايضا التقشف يعني بصح اسمح لي، مليح يكون عندنا أرصفة، يعني احنا دائما نقولوا لا للتروطوار ماشي مخدوم، وبعد كيعاودوا يخدموا نقولوا لا ما مش يخدموا،
يعني كيف شفنا الجزائر متناقضين شويه؟ ليس التناقض بهذا المنحى، نحن في وضع اقتصادي ومالي خطير جدا، وهذا ما جاءت به جريده الشروق من خلال الملفها ايضا اللي فتحت به حول تقشف وراهن الجزائريين في 2017. هل يعقل ان تصرف كل نهايه سنه الملايير في ارصفه ربما تكون من البدايه بسبب سوء التخطيط غير مجدية، لأنه لم خططت لسنة في عهدما لرئيس بلدية أو والي من خلال اختيار نوعية التبليط ومن خلال اختيار أيضا المقاول الجيد؟ ما نظنش أن نلجأ كل نهاية سنة إلى التبليط لأنه أيضا مصدر للإزعاج المواطن والمارة. بالفعل، لكن أنا واحد رئيس بلدية كما يقولوا مير، مرة سقسيته قلت له علاه يعني في كل مرة كل ما تخلص السنة ولا تخلص الموندا لأنه مع 2017 تخلص العهدة، علاه دائما تعاودوا؟ قال لي لأنه ديفوا يريح لك البيجي، ولو كان تعاود ترجعه لهم المرة الجاية العام الجديد ما يعطيكش بيجي بزاف، دونك على الأقل أنك تصرفوا في الـ. لكن كاين أوجه كثيرة لتسيير هذا المال الفائض الذي يتحدث عنه رئيس البلدية. ربما تريتوار هو السهل. ليس هو السهل، لأنه مدة إنجازه قصيرة ومدة وإيجاد مقاولين بسيطين في هذا المجال شيء سهل، وبين قوسين التلاعب بالمال أيضا يكون سهل جدا. يكون سهل جدا، يلا ما ندخلوش في التفاصيل. احنا لا نعمم طبعا. احنا لا نعمم طبعا. إذا هذا تاع الجماعات، الموضوع اللي متعلق بالجماعات المحلية، أنا نروح لك الموضوع اللي أثار انتباهي، 2000 عائلة جزائرية، جزائريين كامل راحوا، نزوح نحو تمن راس الأسكرام. يعني شفنا في هذا الاسبوع جزائر راحوا لتونس، جزائر اللي لاباس بهم ربي يزيد لهم، راحوا الخارج، راحوا لاسبانيا، لفرنسا، راحوا لدبي، راحوا لتركيا، وهذو ما جزائر راحوا الاسكرام. هل هي بوادر عوده السياحه الداخليه؟ بالتاكيد انه الجنوب الجزائري عموما ليس بس فقط الاسكرام بل حتى ايضا جانت وغيرها من المؤتمنون ايضا تبقى قبلة أولى للجزائريين لقضاء نهاية السنة، لكن أيضا الأمر ليس بالمفرح لأنه النزوح يكون في ظرف أسبوع فقط ما بين نهاية السنة والأيام الأولى بداية السنة 2017. هذا ليس بالمؤشر الجيد لأنه السياحة يجب أن تكون على مدار السنة، خصوصا أيضا في فصل الخريف فصل الربيع اللي لازم أيضا في تزدهر السياحة نحو الجنوب التي أيضا تبقى مصدر وقبلة للأجانب مع تجديد الإجراءات الأمنية لأنه لا تمنح كثير من التأشيرات خوفا من الوضع الأمني هناك. نعم، انتازوا بمنحت جوز عطلة رأس بين العمل والمنزل، ما ليست لي وجهة محددة لأنه نظن أنه يوم عادي، يعني وش الفرق يعني ما بين 2016 و2017؟ هو يوم عادي فقط، خلينا نستذكره أيضا انجازاتنا واخفاقاتنا حتى نخطو خطوه. احنا الانجازات والاخفاقات عندنا موضوع اليوم على الانجازات والاخفاقات تاع الناس اللي تخطط الانجازات والاخفاقات، نقول لكم تابعوه مع المختص في التنميه البشريه الدكتور صلاح الدين بودينمي بعد خلال الفقرات المقبله. كما تزو انت ما استهواتكش عطله الريفيو او راس السنه؟ لم تستهويني يعني ما غير مبرمجه منذ سنوات، منذ يعني سنوات عفوا، لكن كاين جزائريين كانوا معولين مساكن يروحوا يجوزوا الريفيو ولكن جاتهم مع تسجيلات عاد 2013 باش يخيروا المواقع تاعهم، دخلوا ما قدروش يخيروا المواقع تاعهم، يعني كما احنا نقولوا سماطت لهم كاع الدنيا، ني ريفيو ني سكنه ني حتى حاجه. وش تعليقك على وش صرا في ملف عاد خلال هذا الاسبوع؟ بالتاكيد انه مازال يقول مازال يعني ما نغلقوش الموقع حتى كامل المكتتبين يخيروا المواقع تاعهم. بالتاكيد انه المساله في الجزائر تبقى دائما سوء تسيير بما تحمله الكلمه من معنى، الفوضى موجودة في ملف عدل كما كل الملفات حتى الـ LPP وغيرها. بالفعل خطينا خطوة هامة نحو التسجيل وتحييل الملفات وغيرها من الأمور إلكترونيا، لكن أيضا كان من المفروض أن يتم تحضير ذلك مسبقا لأنه كان في كل مرة تمنح مواعيد لا يتم احترامها، وفي نهاية الأمر تفتح في على الساعة 11، كاين ناس بزاف ما لا يعلمون بأن كلمة السر يجب أن تكون موجودة، كان من المفروض أن تفتح الشبابيك من قبل حتى يوم المعهود اللي هو يوم فتح التسجيل الإلكتروني واغتيال المواقع، لا يكون مثل هذا الأمر وتكون العملية سلسة وما نقولوش حديث البلدان حول يعني
موقع تاع سكن. هذا يعني احنا في الجزائر ما باش يتشاطن الراي ولا لا في كل مره، في كل مره كي نفتحوا موقع سواء نتائج شهاده البكالوريا ولا تسجيلات عادل ولا نهار تسجيلات على ال بي بي، هاو الموقع تعرض للقرصنه، هاو انه الاقبال الكبير تاع الجزائريين عليه خلاه يتعطل. يعني وقتاش تكون عندنا منصه الكترونيه محترمه على الاقل انه كي يدخلوا لها مليون واحد ولا 4 مليون واحد على مره واحده ما تبلوكيش؟ كاين مواقع في الجزائر يدخلوا لها مليون زائر يوميا وما يصير لها والو عادي. المساله لا تتعلق ايضا بهذا المفهوم، انت تعلم محمد الفاتح انه المساله تتعلق بالسيرفر، يعني كل ما كانت قدره السيرفر اين توضع بنك المعلومات والدخول والولوج لهذا الموقع كلما كان السيرفر اقوى كلما كان. يلا نزيدوا نفس الدراهم تاع التريتوار نروحوا نديروه في السيرفر، كبروا لنا السيرفر معليش. والله هذه المساله ما نظنش انه خبراء في هذا المجال كثيرون، لا استشاره بسيطه فقط تجنبنا مثل هذه الفضائح، ايضا فضول الجزائريين كبير، يعني واحد ربما ما عندوش او الملايين ما عندهمش علاقه اصلا بموضوع ال بي بي او موضوع لاديال وتصيبوه داخل خارج في هذا الموقع. يعني يقول لك نلعب ولا نحرم معايا ما عنديش بصح ندخل للموقع ونسي وبالك ربينو تصدق عليا عدل في كاش افارتيمو. اذا من ملف عادل نروح الى موضوع اخر زبير، هو موضوع رياضي. تابع انت الرياضه شويه؟ بالتاكيد تابع الرياضه. اليوم الاولى البارح تم الاعلان عن افضل لاعب عربي محمد صلاح في وقت تم استبعاد رياض محرز، في وقت رياض محرز خامس افضل صانع العاب في العالم وسابع احسن لاعب في العالم. وش تعليق؟ هذه المسابقه كانت تخضع لتصويت لجنه تحكيم اللي تم اختيارها، وكانت البلبله كبيره حول هذا الامر لانه ايضا احد الاعلاميين في قنوات العربيه تم تداول معه المساله لماذا لم تصوت لمحرز، وهو قال انا صوت لمحرز لكن صوتي لم يكن مجديا امام الكثيرين، وبالتالي محرز هو الافضل. حتى هذا اللاعب الذي فاز في جلوب جائزة الجلوب هذه حول احسن لاعب عربي ربما لا يرقى الى ما حققه محرز واللي اصبحت شهرته عالمية. فقط افتح قوس، انا لما زرت لبنان مؤخرا الكل يتابع ليستر سيتي بسبب محرز وإبداعاته الكروية، ليس لأنه فقط عربي وجزائري لكن أيضا لأنه يقدم لاعب جيد ويعكس صورة اللاعب العربي، فلماذا لا يكون محرز رياض محرز وأحسن لاعب عربي وإن شاء الله يأخذ الكرة الذهبية تاع أحسن لاعب إفريقي. يعني الآن وياخذ هي أخذها وأخذها أخذها في حتى في استفتاء بي بي سي أخذ الجائزة، جائزة جائزة الهداف أيضا إن شاء الله هو مرشح أيضا يأخذها، وكثير من الجوائز والألقاب اللي نظنش حتى تخليه مغرور كما الكثيرين اللي يبحثوا على الجوائز، هو يبحث عن التألق في الميدان والبساط الأخضر. حتى أنه إدارة ليستر سيتي قالت بأنه أكبر من بين أكبر قاعدة جماهيرية خارج بريطانيا هي في الجزائر. يعني بالتأكيد هاي يلعب رياض محرز 40 مليون جزائري كامل في المقاهي وفي أمام الشاشة يقولوا كامل ليستر سيتي. بالتوفيق رياض محرز إن شاء الله بالتأكيد. هيكون عام 2017 عام خير عليه. نروح اليومية الوطن زبير. اليومية الوطن فتحت بأكثر الأشخاص اللي كانوا مؤثرين في 2017. أنا نروح معك أكثر شخصية سياسية كانت مؤثرة في 2017 في رأيك؟ يتفاوت التأثير بحسب شخص واحد برك فقط اسم واحد. أنا نظن أنه رشيد نكاز يعني السنة يعني حتى منذ رفض ترشيحه لمسألة يعني سنة 2017 غطاها يوم بيوم من خلال مسيراته، من خلال الفيديوهات اللي كان يعملها، من خلال مباشر، من خلال ترحيله، من خلال أشياء كثيرة عملها في فرنسا. ما نظنش يعني انه لم يؤثر في الراي العام والناس تبعوه حتى اللي معاه ولا ضده. اللي معاه ولا ضده، شخصيه اقتصاديه. شخصيه اقتصاديه نظن بين قوسين يعني بتحفظ بين ادفارين شاكب خليل اللي عاد ولو انه شخصيه اقتصاديه غير مرغوب فيها ومرغوب فيها الى انه فرض نفسه بين قوسين طبعا. بين قوسين، شخصيه ثقافيه يلا. شخصيه ثقافيه نظن انها حتى بوفاتها نظن انها آسيا جبار اللي عادت ايضا من خلال جائزتها للروايه التي منحت مؤخرا. آسيا جبار لم تاخذ حقها في المشهد الثقافي الجزائري، وانت تعلم انه بعد الوفاه فقط يعلق التاج ويعلق العرجون تاع التمر كي كان حي باش تاخذ تمره وكي مات علقوا له عرجون. وايضا بمستوى اخر احلام استغانم التي نحييها على اختيارها سفيره للسلام من طرف اليونسكو مؤخرا. يلا نروحوا ايضا قلنا شخصيه سياسيه، شخصيه اقتصاديه، شخصيه ثقافيه، شخصيه اللي دارت في الاجتماعيه يعني اللي
لا أعتقد أنه حتى يعني مسألة نسبية، نظن أنه عامل النظافة حامي حسين اللي صنع فقط لما وصلوا صداه وصل إلى كل الوطن العربي بصورة سيلفي فقط افتخار حول المهنة اللي قدمها، وهذا أيضا نحيي كل عاملي النظافة اللي الآن وإحنا في البلاتو ربما يوم الجمعة هم يعني ينظفوا يعني كل شوارع الجزائر. نروح على المجال تاعك والأخوة تاعك الشخصية اللي صنعت البز عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عبر مواقع التواصل الاجتماعي نظنها خليني نكون ايضا يوسف زروطة، لانه من البودكاست اللي صنعوا ايضا المشهد. انتو منحقق يعني حتى مع نهاية السنة حقق اشياء كثيرة في ظرف 24 ساعة، صار الفيديو تاعه حول الشهرة في الجزائر هو رقم واحد في الجزائر من حيث المتابعة، وهذا شيء ورقم قلما يحقق، وراح يحقق مليون مشاهدة ربما في ظرف وجيز جدا، وهو رقم قياسي ايضا في عالم اليوتيوبرز على اليوتيوب. على اليوتيوب نبقاو دائما في السوشيال ميديا، وشنو هي اهم الاحداث اللي تشوف انها سجلت نفسها في المواقع التواصل الاجتماعي؟ في الجزائر؟ في الجزائر ولا في الوطن العربي؟ خلينا نقولوا في الجزائر، نظن انه الفيسبوك فرض نفسه كسوشيال ميديا كموقع، يعني تشوف انه الفيسبوك تفوق على تويتر على انستغرام، تفوق بمحطات كثيره، ونظن انه ايضا اصبح ربما منبر يغير الوضع، اقال وتم تنحيه والي بسبب فيديو نشر على الفيسبوك، تم ملاحقه الكثيرين قضائيا بسبب ما نشر على الفيسبوك بسبب افعالهم التي نشرت على الفيسبوك. فقط بين قوسين نفتح، بما اننا صحفيون ايضا نقول ليس بالضروره ان يتحول الفيسبوك لانه مصدر المعلومه يصبح ايضا قاعه اخبار او غرفه رئاسه التحرير. نحن صحفيون يجب ان ننتقي ما يوضع ولا ننقل ما يوضع في مواقع التواصل الاجتماعي هكذا وكاننا من المقهى الى الصحف او الى القنوات او الى الاذاعات. يجب ان ندقق، يجب ان نحقق، ويجب ان نتحرى لاننا صحفيون، ولا يجب ان تكون اعلام المواطن هو إعلامنا، لأنه بالفعل كل مواطن اليوم أصبح إعلامي، لكن نحن إعلاميون بدرجة أخرى لأنه الرأي والرأي الآخر التحري والتدقيق. هذا في الجزائر. في الوطن العربي القضية اللي أثارت بوز عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ الوطن العربي لا تحضرني بالتأكيد أشياء، لكن أشياء كثيرة. 2016 كانت محطات هامة في مواقع التواصل الاجتماعي. تشوف انه ايضا سنه 2016 كانت سنه اكتشاف الجزائريين للهاشتاغات، وايضا ربما اكتشاف الجزائريين لسناب شات. بالتاكيد سناب شات فرض نفسه ايضا، اليوم الكثير من المواد تنشر على سناب شات، وصرنا ايضا نضاهي بلدان مجاوره في هذا موقع التواصل الاجتماعي. فيما يخص الهاشتاغات ايضا صارت لدينا ثقافه قد تمتد الى انه يصير ترند ايضا في الجزائر، وصل الى العالميه ايضا من خلال الهاشتاغ الذي يوضع في تويتر ايضا. الجزائريون صاروا يلخصون ويجمعون ما يتحدثون عنه واهتماماتهم في ايضا كان سنه نشاط الجزائريين على تويتر هذا العام، ايضا تويتر عارف النشاط الجزائريين. بالتأكيد الهاشتاج باش نختموا زوبير، الهاشتاج تاع معركه التحرير ذاك الشيء، تبعته انت ولا كنت من متداولي هذا الهاشتاج؟ بالتاكيد، لكن نظن ايضا انه لم ياخذ ابعاده الحقيقيه، لانه تحرير ذلك الشيء كان يجب ربما انه يكون فيه ملايين التغريدات، لكن ايضا هو كان مهم. ايضا كان مهم وندعمه ان شاء الله في هذه السنه. في الاخير زوبير لخص لي كلمة 2016 في كلمة واحدة، أو لسنة 2016 في كلمة واحدة. وداعا. وداعا، هكا خلى زبير يقول وداعا ل 2016، نقول لك وداعا زبير، ونهنيك أنك أنت أيضا كنت في 2016 نجم السوشيال ميديا، أخذي جائزة الأوا أرجيريا ويب أوردز في أحسن موقع في تويتر، إن شاء الله المزيد من النجاحات، وإن شاء الله العام الجديد يكون سنة نجاحات ليك ولكل السادة المشاهدين اللي راهم يتابعوا فينا في برنامج الشروق مورنينغ. سنة سعيدة، أتمنى عمر مديد لبرنامج شروق مورنينغ الذي بالفعل هو تحدي إعلامي، لأنه بلاطو متنوع كل صباح بهذا الشكل، يعني يحسب لكم أنتم كفريق عمل برئاسة التحرير إلى المقدمين إلى الكرونيكر. تحية أيضا لمشاهدينكم الأوفياء ولكل الأسرة الإعلامية، كل عام وأنتم بألف خير. سنة سعيدة جيدة وهنيئة مليئة بالصحة والعافية،
ولكل الجزائريين الرخاء رغم التقشف والعناء. شكرا لك زبير فضل، تهانينا ايضا وتمنينا لك بالنجاح. اذا مشاهدينا معكم في اخر عدد من الشروق مورنينغ لهذه السنه 2016، الساعه راهي 8:59 دقيقه. نروحوا لقسم الاخبار عند فيروز دباري اللي حتعطينا موجز لاهم الانباء، وبعدها نواصل معكم في برنامج شروق مورنينغ. مازال عندنا الكثير من المفاجات، بقاو معنا.